الجبهة اليسرى، هنا محاولة ما زالت قائمة وتسديد خطير بالجول. هدف لمصلحة ذات راس النجم يتقدم. بالتالي شوف الكرة التي عادت من حارس المرمى مباشرة بالكعب من بها، ثم ايضا هدف جميل، هدف جميل بالكرة الماضية بخطا دفاعي وبعد ذلك تسديده من السوري. والكرة بعد ذلك شوف 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 بالقدم اليمنى مباشرة في المرمى، خطا دفاعي فاده. هنا ايضا الهدف الثالث ياتي، الهدف الثالث ياتي الان لمصلحة ذات راس عن طريق غسل عباد يوسف. عمل جميل جدا، اوه هدف رائع، هدف رائع، يعني الهدف من خارج منطقة الجزاء بعيدة حقيقة الكرة. الكرة الماضية التي تحولت هنا كرة بتعود من جديد وفرصة خطيرة، ممكن جول، جول، جول. التضامن السعودي أو الكويتي وأيضا ذات رأس. محمد طلعت اللاعب المصري من مواليد بورسعيد، محمد طلعت اللاعب المصري من مواليد بورسعيد والذي لعب لمنتخب الأردن تحت 20 سنة. وهنا بعد ذلك ما زالت قائمة وفرصة عن طريق محمد طلعت، الهدف الخامس، الخامس، الخامس لمصلحة ذات راس. نعم يسجلون خمسة أهداف. في الكرة الماضية بعد مجهود جميل من محمد طلعت، هنا الكرة ما زالت قائمة.